نحط في الاعشاب الطبيه والعطريه. نحكي لك على المعظم بالنسبه لينا حاجه هامه بالنسبه لينا، نحب نعرف العباد من هنا نعمل المنتجات نتاعنا، نتعرف بالمنتجات منها نعمل كل شيء. بالنسبه للمعرض انا عندي حاجه باهيه برشا، كما عرضها الصعوبة نتاعها هي النقل، يعني التسويق ماهوش معدل باهي معتدل، معناها ماهوش في التسويق مثلا.